أشخاص كتير بتبرم تسأل إمتين هو الوقت المناسب اللي رح غير فيه حياتي؟ الوقت المناسب لاقي حدا بالشركة بينتبه لي واترقى. الوقت المناسب لاقي حدا يكون شريك حياتي ويحبني وبحبه. الوقت المناسب انه انا بلش حسن من وضعي الدراسي. الوقت المناسب اللي ببدأ فيه مشروعي وبضله هيك يفكر امتين وامتين هو الوقت المناسب. بس اللي انت ما بتقدر تعرفه انه انت ما فيك تطور اي شيء او تنطر اي شيء من اي حدا. لازم تتحرك. رح تضلك تقول لامتين لامتين، تضلك تشكي وبتنق انه انت ما عندك شيء. لامتين رح تشتكي انه فلان خانك. لامتين رح تشتكي انه فلانة خانتك. رح تضلك تشتكي لقيمت انه الشركة ما عرفت قيمتك. رح تشتكي لقيمتها انه ما لقيت شريك تبدأ معه مشروعك. رح تشتكي لامتين انه ما في حدا فاهمك وحبك. رح تشتكي لقيمتها انه انت بعيد عن ربنا. رح تشتكي لامتين مش قادر تبطل التدخين. رح تشتكي لقيمتها انه مش قادر انت تلاقي حدا يساعدك. كل هيدا ظهره من حياتك، ظهره بالكامل من حياتك. لازم انت توقف على اجريك وبتعرف طريقك وين. ما تنطر حدا هو يشجعك كرمال تشق وتبدأ طريقك. ما تنطر انه البلد يتحسن وضعه ولا تنطر الناس تغير نظرتها لإلك. ما تنطر ولا شيء من اي حدا كرمال تحقق حلمك وتغير حياتك. ما تنطر حتى الفرص. اصنع فرصك بايدك انت. لازم تبدأ هلأ هلأ. هيدا هو الوقت المناسب. لازم تبدأ تحقق حلمك هلأ. لازم تبلش تغير نفسك هلأ. لازم تبلش تغير حياتك هلأ. لازم تكون صريح بعلاقتك هلأ. لازم تكون صريح مع نفسك هلأ. هلأ هو الوقت المناسب اللي بتبدأ فيه مشروعك. الوقت المناسب لتتخلص من الديون. انت كل يوم بتحط دولار فوق دولار لتتخلص من هيدي الديون، بينما انت مستني، انت ناطر المبلغ الكبير، الورثة الكبيرة اللي بدها تجي لإلك كرمال تتخلص من هيدي الديون. هيدا الوقت هو الوقت المناسب انك تبدأ تهتم بصحتك وتاكل الاكل الصحي وتتمرن وبتروح على الجيم. ابدأ هلأ، ابدأ بالتوكل على الله. ابدأ هلأ وخلي ثقتك بالله كبيرة، وكون على ثقة انه الله سبحانه وتعالى رح يساعدك ورح يحقق لك كل اللي انت بتتمناه. رح يساعدك بأزمتك، بشغلك، بكربتك، بعلاقتك، بحالك مع الناس، بمصرياتك، بمشروعك، بدراستك، بكل شيء. ابدأ هلأ، قوم توكل على الله. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوم هلأ وابتدي هلأ. ما تقلي بعد ساعة، ما تقلي بعد شوي، ما تقلي بعد دقيقة. هلأ لازم تبدأ. تبدأ هلأ. لازم غير كي تتغير. تعالوا لنتعرف على قانون الجذب الفكري.